ازيك يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا رب هنكمل باذن الله تمارين يونت 4 اولى ثانوي كتاب المعاصر. قبل ما نبدا الفيديو ما ننساش نعمل سبسكرايب للقناه ونعمل لايك للفيديو. ويلا بسم الله. طيب انتونيمز، اولا يا شباب انتونيمز يعني ايه؟ يعني مضاد. ذا وورد ادفانتجز، ماشي؟ يعني ايه؟ يعني مميزات. عايز مضاد مميزات. ميريتس، ميريتس يعني ميزات. لا، بروس يعني ميزه برضو. ديس ادفانتجز يس اللي هي عيوب، ودي ميريتس. تمام، دي ميريتس اللي هي ايه برضو؟ مميزات او نقم، ماشي؟ عكس بقى مميزات، سوري، بنفيتس اللي هي فوائد. يبقى لا طبعا. تمام، طيب ذا كلاس ووز ايه؟ هاد ووز انترستنج. طبعا ذا كلاس ديبيت، مناقشه او مناظره، او فوت تصويت. تمام، ليه؟ اصل مش هينفع ديفايس ولا بالي. بالي اللي هي الايه؟ التنمر، ولا الافكت اللي هو التاثير. ازاي يعني؟ I was asked to، انا اتطلب مني ان انا اعطي ايه؟ to give ايه؟ the bullies اللي هم الايه؟ متنمرين، ولا give a problem اعطي مشكله، ولا give advice اعطي نصيحه. تمام، و give an opinion مش هينفع. give a sport يعني اعطي ايه؟ sport. لا، give an opinion اعطي رايي، طلب مني ان انا ادي نصيحه وان انا ادي ايه؟ رايي. تمام، طيب positive is two negative. positive و negative is a، ها positive عكس negative، صح كده؟ دي ايه؟ positive ايجابي و negative سلبي. طيب is two endangered، عايز حاجة عكس endangered. تمام، عندي كلمتين، ايه هما؟ save آمن، حاجة محمية او حاجة آمنة، او secure. تمام، طيب smoking is had bad effects. smoking في ايه bad effects؟ effects اللي هي التأثيرات، ماشي. the noun effects here is a the antonym of، كلمة effects هي مضاد لكلمة ايه يا شباب؟ effect تأثير، يبقى انا عايزة السبب. السبب معناها ايه؟ اسباب، causes او reasons. تمام، causes او ايه؟ او reasons. طيب parents are always a concerned with their children's future. concerned يعني مهتمين. تمام، طيب تعال نشوف معنى الكلمة concerned. contented متحمس وفرح، فرحان بالشيء ده. تمام، طيب ايه كمان؟ interested مهتم بيه او متحمس بشأن. تمام، هو نفس المعنى. طيب تعال نشوف الصفحة اللي بعد كده. it is a crime. crime يعني جريمة. to cheat other ان انت تخدع الناس او تخدع الاخرين. the word cheat، cheat معناها ايه يا شباب؟ يخدع. عايز السينونيمز بتاعتها، عايز المعنى بتاعها. تمام، trick يخدع، وايه كمان؟ deceive يخدع برضو. تمام، يبقى trick و deceive الاتنين معناهم يخدع زي sheet بالظبط. تمام، طيب the little boy pointed. point دي يا شباب بتاخد معاها حرفين جر، وهي at و to. تمام، at و a و to. حروف الجر يا شباب لازم تتحفظ كويس جدا. تمام، ما ينفعش نعدي حروف الجر وما نحفظهاش. اصلا ما ينفعش ان احنا ما نذاكرش، احنا لازم نكون مذاكرين وحالين الأسئلة دي كويس، بعدين تيجوا تراجعوها. تمام، مش إن احنا بنغشها أو نشوفها وخلاص، لأ طبعا كده غلط. تمام، طبعا كل واحد بيعامل ضميره، يعني الفيديوز دي مش عشان إن انتوا تغشوا إجاباتكم، لأ بالعكس، هي عشان تساعدكم إن انتوا تحلوا حاجة مش متأكدين منها تعرفوها، حاجة انتوا مثلا حالين وعايزين تراجعوا إجاباتكم، فده ساعدكم عشان كده. تمام، طيب it took me about half an hour. أخد مني إيه؟ نص ساعة تو، طبعا عشان اوصل. اوصل معناها ايه؟ طيب arrive at، arrive at معناها يصل الى. تمام، طيب go out يذهب للخارج، ولا get to يذهب الى، يصل الى. get to، go out يذهب للخارج، لا get to يصل الى. تمام، come out يخرج، و talk to يعني يتحدث الى، ملهاش علاقة. طيب the good manager. good manager اللي هو المدير الجيد is a is one who can get، طبعا get a along well. get along well يا شباب يعني يتعامل بطريقة كويسة مع الناس. تمام، دي حاجات لازم تتحفظ كده، اسمها get along well. تمام، طيب tourism. tourism اللي هي ايه يا شباب؟ السياحة. plays a role in national in our national income، في ايه؟ الدخل القومي. طبعا ايه؟ positive role، دور بتلعب دور ايه؟ ايجابي. passive اللي هو ايه؟ passive ده ماضي، ده سوري مبني مجهول. نيجاتيف سلبي، ديستركتيف. طيب طبعا البوستيف هي اللي صح. my sister and I usually turns
ار turns لا طبعا مفيش حاجه اسمها ار turns. ار يعني هنا فيرب تو بي يكون. فيل turns يعني ايه؟ فيل يعني يشعر، يشعر بالادوار. ولا جيف turns يعطي دور. ولا تيك turns مش معناها بقى ياخذ دور، اسمها يتبادل الادوار، يتبادل الادوار اسمها تيك turns. تمام. طيب he left his job because the manager told him that not a welcome there. طبعا that a he was not welcome، هو مش مرحب بيه، لا يكون مرحب بيه هناك. تمام. طيب you mustn't waste your time in the sentence. The words not a waste، not waste can be the best replaced. I'm all not waste، مفروض ما تضيعش ايه وقتك، يبقى save تحافظ على وقتك، يبقى replaced by تتبادل مع، يعني نفس الفكرة. تمام. طيب this area is a is policed by army، المنطقة دي policed يعني بتتحكم او بتحافظ عليها. تمام. army اللي هو الجيش، the verb police اللي هو controlled بيتحكم فيها او بيسيطر عليها. تمام. طيب the optional and compulsory، optional يعني اختياري، حاجة اختيارية. compulsory اللي هي ايه شباب؟ حاجة إجبارية. R يبقى دول A opposites. تمام. opposites و antonyms. opposite يعني مضاد و antonyms يعني مضاد. أما synonyms يعني متماثل، يعني نفس المعنى، يبقى طبعا A و B. طيب she nurses her old mother. أولا nurse يعني إيه؟ يعني ممرضة. أما أقول she nurses، هي تمرض، هي ترعى، يبقى طبعا إيه؟ look after يعني تعتني بيه، looks after. أمال look for يبحث عن. takes turns يتبدل أدوار. takes off يعني الإما الطائرة بتقلع يعني بتنزل يعني، أو إن هو يخلع ملابسه. تمام. طيب wait a moment and I will tell you where، طبعا to buy أن تشتري. I got clothes، I got clothes. طيب don't believe everything people post. post طبعا تاخد مع حرف A جر اون، ما تصدقش اي حاجه الناس بتبوستها، تبوست يعني على السوشيال ميديا. تمام. اوكي اللي بعد كده I sometimes call this radio phone. طبعا radio phone in ها اللي هو البرنامج بتاع المحادثه مع ايه؟ مع الجمهور. طيب as soon as I'm concerned money is a not his only problem. طيب اسمها as soon as و as will as، يبقى تبقى as sorry و as far as تبقى A و C. تمام. الاثنين ايه صح. ده كده يا شباب اول جزئية معايا لحد صفحة 196. بإذن الله في الفيديو الجاي هننزل شرح القاعدة والحل عليها، وهننزل كمان شابتر 3 بإذن الله. ما ننسوش نعملوا سبسكرايب ولايك للفيديو عشان تشجعوا المحتوى، او ننزل كل الشابترز واليونتس في اقرب وقت بإذن الله. بالتوفيق يا رب.